الموقع الجغرافي لمشروع ألباتروس لايف غاية في الروعة في منطقة بيوك تشكمجة في الجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول. للمشروع إطلالة ساحرة على بحر مرمرة في منطقة بحيرة إسطنبول الكبيرة. المنطقة هادئة وبعيدة عن ضوضاء المدينة، وفي نفس الوقت قريبة جدا من كورنيش البحر. يتميز مشروع ألباتروس لايف بموقعه المميز لكونه على بعد 50 مترا فقط من الشاطئ. تم الالتزام بلوائح الزلازل والعزل في المشروع، حيث بدأت عملية البناء بما يتماشى مع ملاءمة الأرض. وجود شاطئ البحر في نقطة قريبة أمام المشروع يمنح الساكنين التمتع بتناول فنجان القهوة أمام المشاهد البانورامية لبحر مرمرة. أنماط الشقق في ألباتروس 1+1 و2+1 و3+2 دوبليكس و4+1 دوبليكس، وجميع شقق الدوبليكس مطلة على البحر. مسبح صيفي وناد رياضي، حمام تركي وساونا وجاكوزي، وأماكن خاصة للجلوس والاسترخاء، والعديد من المزايا تنتظركم. المشروع مناسب للحصول على الجنسية التركية، فماذا تنتظر؟ تواصل معنا لنطلعك على كل جديد. مع تركواز العقارية، بيت أحلامك أصبح حقيقة.